على مدار السنوات الماضية سارت مصر على طريق مفتوح للتقدم بدعم رئاسي عززه شعب لا يسمح بالتراجع. فباتت مصر في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل لما أنجزه رئيس بذل كل جهد وأدى نشاطا حافلا متبنيا مبادرات ومشروعات عملاقة. نقل الواقع المصري من حال إلى حال أفضل من خلال العلم الحديث والجهد الدؤوب مع الصبر والمثابرة والثقة في أنفسنا، ولنا الحق في الشعور بالفخر بما حققنا مع استمرار تطلعنا إلى تحقيق المزيد. ومن هنا بدأ ابن مصر، حيث أولى سيادته منذ توليه قيادة البلاد اهتماما خاصا بقطاع النقل بكافة مرافقه، بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، ولكونه مرتبطا بشكل كبير بالقطاع الخدمي للمواطنين. الدول اللي بتسعى للتقدم والازدهار بتفتح شرايين في أراضيها بتتمثل في الطرق والاستثمار حول هذه الطرق. فما كانش برضو في خيار تاني غير ان احنا ندخل في برنامج ضخم جدا لإقامة شبكة طرق قومية. ففي قطاع الطرق والكباري أعادت القيادة السياسية الحياة للمشروع القومي للطرق الذي أضاف لشبكة الطرق نحو 7000 كيلومتر في السنوات القليلة الماضية، ووجه الرئيس بتطوير الكباري العابرة للنيل لتصبح محاور متكاملة تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل على امتداد مساره حتى أسوان جنوبا. ومن أبرز تلك الكباري كبري تحيا مصر الملجم أو المعلق بمحور رود الفرج والمر أعلى نهر النيل، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كبري في العالم بإجمالي عرضه 67.36 متر بما يساوي 221 قدما، في حين يبلغ طوله 600 كيلومتر من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط، ويستهدف تخفيف التكدس المروري بالقاهرة وضواحيها. ومن أعلى نهر النيل إلى أنفاق قناة السويس، حيث تم إنجاز 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس وتتضمن نفقين في بورسعيد ونفقين في الإسماعيلية ونفقا موازيا لنفق الشهيد أحمد حمدي. اللي احنا بنعمله ده هو ربط قوي جدا 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 بين شرق وغرب القناة، بين سيناء وبين الدلتا. احنا بنتكلم على تنمية وتعمير 60,000 كيلومتر مربع. ده جهد ما يتعملش لا في 10 ولا 15 سنة ما يتم إنجازه في مصر. هنا مصر بتتغير عشان انتم يا مصريين بتعملوا ده. ولم تتوقف الإنجازات في قطاع النقل عند هذا الحد، بل استهدف التطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك من خلال تجديد القضبان والمزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات والتحكم في القطارات لزيادة عوامل الأمان في تشغيلها بما يقلل الحوادث، فضلا عن التوسع في الجر الكهربي للقطارات ورقمنتها عبر إنشاء تطبيق خاص بسكك حديد مصر للاستعلام عن مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة بالدرجات المختلفة، كما يتيح التطبيق حجز التذاكر إلكترونيا. وشمل التطوير إدخال القطار السريع والقطار الكهربائي ومشروع المونوريل أو القطار المعلق الذي يعد نقلة جديدة في شبكات المواصلات، ويجري تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسم بأنه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة. وفي إطار تطوير وتحديث أسطول النقل ومركباته، تم إدخال الأتوبيس الذكي الجديد الذي يستخدم تطبيقا ذكيا يتم تداوله لأول مرة في مصر، ويوضح للعميل خط سير الرحلة ووقت الوصول. ويتميز الأتوبيس الذكي بأن أسعاره في متناول الجميع. وشمل التطوير كذلك إنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة. أما عن مرفق مترو الأنفاق فقد شهد خلال الأعوام الماضية عددا من المشروعات الكبيرة، منها تطوير خطوط المترو وتوريد قطارات جديدة، بالإضافة لإحلال وتجديد الأنظمة وافتتاح محطات نفقية عديدة. كما أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري،
باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف دول العالم، كما أن 90% من تجارة مصر يتم نقلها عن طريق الموانئ البحرية. ومن أهم المشروعات التي نفذت في هذا المرفق بسواعد مصرية وبفكر قائد مثابر حفر قناة السويس الجديدة، وهي قناة موازية للقناة القديمة أنجزت في عام واحد فقط، حيث افتتحت عام 2015 لتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة. ولمواكبة التطورات العالمية تم تطوير وتوسيع وتعميق الموانئ، ومن أبرزها ميناء الغردقة، حيث شهد عمليات تطوير واسعة تضمنت تنفيذ ساحات للحاويات إلى جانب أرصفة جديدة، علاوة على مبنى جديد لاستقبال الركاب باستثمارات تقدر ب 170 مليون جنيه. كما تم تطوير ميناء سفاجة البحرية، والذي يعد ميناء رئيسيا لجنوب مصر، حيث يقوم بنقل تجارة مصر الخارجية، كما أنه محطة لسفر وعودة الركاب والعاملين بالسعودية ودول الخليج العربية، وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب مصر. كما شمل التطوير بمنظومة النقل البحرية توسعاً في استخدام الموانئ الجافة وإنشاء مراكز لوجستية. وبالتوازي جاء تطوير قطاع الطيران المدني كجزء من عملية البناء الكبرى، ولذلك وجدنا الاهتمام بهذا القطاع، حيث شهدت جميع المطارات المصرية تحديثاً وتوسيعاً بشكل لافت للأنظار، وتم تأمين سلامة مجال مصر الجوي باستخدام التقنيات الحديثة. إنجازات كبيرة تتحدث عن نفسها في مجال قطاع النقل والمواصلات، وتعد ضرورة وطنية لميلاد مصر العصرية الحديثة. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصاري.